خلاص؟ مفيش وطنية؟ مفيش إحساس بالمسؤولية؟ عايز تسوق سمعة مصر؟ حد يستجري يمسها بكلمة يا باشا، ده أنا كنت أولع فيه. يا باشا إحنا ناس بنحب بلدنا. هو اللي بيحب بلده يعمل كده برضه؟ هي البلد ناقصاكوا، مشكلة داخلية، إيه اللي خليك تدخل فيها تلفزيون أجنبي؟ ما تنطق يالا. باشا هو أنا هربت برا مصر ولا إيه؟ ده أنا وقعت من السما لقيت الإي بي سي دي استلقتني، وبعدين بقى بصراحة لولاها كان السيد رئيس الصندوق لبسني قضية أمن دولة. ومين قال لك مش هتلبسها؟ هو اللي أنت عملته ده شوية؟ ليه بس كده يا باشا؟ ده أنا وقعت قدام العربية، أما لو كنت وقعت جوه العربية كنت عملته فيها إيه؟ هو أنتوا مثبتين فيا ليه كده يا إخوانا؟ هو أنا ههرب؟ سيبوها أما نشوف إيه آخره. إيه حكايتك يا ابني؟ في حد مصنعتك تعمل كده؟ أنا هعترف أنا بشتغل لمصلحة مين يا باشا؟ يا نهار أبوك أسود! أنت يالا بتشتغل لمصلحة مين؟ بشتغل لمصلحة أبويا وأمي وإخواتي يا باشا. أنت هتستعبط يالا؟ أنت شكلك كده هتتعبني معاك. أتعبك ليه بس يا باشا؟ ما أنا عمال أحكي لسعادتك من الصبح حكايتي مش عايز تصدقني، ومصر تطلعني عامل عاملة. باشا أنا عايز أقدم بلاغ في السيد رئيس الصندوق. أنت كمان اللي هتقدم بلاغ؟ ده انت الجاني يالا، انت نسيت ولا ايه؟ جاني مين يا باشا؟ ده انا ضحيه. اعمل لي بقى شويتين بتاعت انا ضحيه الظروف والكلام اللي ملوش لازمه ده بتاع الناس اللي مشيهم بطال. لا من فضل سعادتك يا باشا ما تجرحش كرامتي، انا عارف حقوقي كويس. حقك ككسر حقك. الله يا باشا انا من حقي اتعامل كويس. هو كان حد دصلك على طرف؟ ما تنطق يالا، حد لمسك يا باشا؟ انا لسه هستنى لما تلمس. بعد اذنك يا باشا انا لازم اكلم المحامي بتاعي، ده محامي شاطر قوي في قضايا حقوق الانسان، وانا بحذركم ما تورطوش نفسكم معاه. واسمه ايه بقى المحامي بتاعك؟ اسمه محمد. انا الصراحه مش فاكر اسمه الثلاثي دلوقتي، بس لو هديت شويه كده هجيبه ان شاء الله. والله طب يا سيدي لما تفتكر بقى يبقى تعالى قول لي. لا احوف التخشيبه لغايه ما يجي له محمد. النهارده واحنا بنفتتح اول مشروع لجمعيه نهضه المراه المهمشه في عزبة خير الله، انا عايز اشكركم كلكم لان الفكره جت منكم انتم. بايديكم كل سنه تقدر تبقى ب 100 راجل. انا ما انساش اول مره جيت مع وفد جمعيه علشان اقدم لكم المساعدات. ازاي كلكم رفضتوا وقلتوا ان انا عايزه بنفسي انكم مش عايزين صدقه؟ انتوا عايزين اللي ساعدكم انكم تكسبوا من عرق جبينكم. وقفتوا ده بهرني وهزني ونورني طريق جديد. احيانا الناس ما بتبقاش عايزه اللي ياخد بايدها قد ما بتبقى عايزه اللي يمهد لها الطريق، قصدي يعني يشيل منه الحفر والمطبات ويساعدها على المشي. وهو ده اللي احنا عملناه لكم. كل واحده فيكم بقى وشطارتها، اللي هتشتغل اكتر هتكسب اكتر ومكسبها هيروح لها. احنا مش هناخد منه اي حاجه لان احنا مكسبنا الحقيقي هو وجودكم هنا قدام بالفرحه اللي تعالى. فاكرين انا باسم وباسم كل النسوان اللي هنا بنتشكر لك انت وجمعيه المراه المهشمه. لأنكم ما قعدتوش تبقوا على مدى وترموا كل حاجة على الصندوق والحكومة، لا، أنتوا قررتوا تغيروا حياتكم بإيدكم، وما قعدتوش تسخروا من حياتكم وقصر وفصل. للأسف ناس كتير بتعمل كده في البلد وتعودوا على كده، مع إنهم لو بطلوا يتريقوا ويشتموا في حياتهم وحاولوا يغيروها أكيد حالهم هيبقى أحسن بكتير. ودي يا أحمد، قومي يا قطة، قومي يا مزغوط، قومي يا واد. ايه يما ايه يما في ايه؟ قلت لك ما عنديش محاضرات النهارده، سيبيني انام سيبيني انام. طمني على اخوك، قلبي بينغص عليا من الصبح. قومي طمني عليا يما. هو هيما عيل ماله يما؟ ايه اللي هيجرى له؟ يخرب بيت فقرك، بقول لك قلبي مقبول. والنبي يما بطلي شغل الخرافات ده، اللي له هيت الكرسي هو يبقى كويس ان شاء الله. سيبيني انام بقى. يلا يا اللي تتشك في باطك بقى، لو هيما مكانك كان عمل كده انا اقول له قلقان عليك، ده كان قام اتنطط يدور عليك. يوه اديني قمت يا ست، اطمنك ازاي عليه انا؟ اديني واد مسك كول. تعرفت المسك كول ياما؟ حاضر. ليه جهله وحياة امك؟ انا وكان حد علمنا شغل الموبايل كان زماني حاجه تانيه، ما كنتش احتجت لصنفك. تليفونه مقفول يا اختي، تلاقيه في الهرم مع وفد من اللي بينصب عليهم. لا ما راحش السياحه النهارده، ده راح الصندوق. مش تقولي كده ياما،
اكيد مفيش شبكه جوه الصندوق. روح يما اعمل لنا لقمه ناكلها على مفرد ظهري شويه. طب والنبي وانا مطفحاكه النغزه رجعت لي تاني. انهي ورقه في دول التسعه التربل؟ ده واد سمبوسكات نقبك طلع على شونه كده يا معلم. يبقى عليك 18 قول 20 جنيه اب بالفلوس. الله مش الطريقه دي يا عم. تقشطتني على الاخر تلاقيك بتسرق. انت اللي بتتكلم عن السرقه بمنظرك ده تلاقيك ممسوك نشل. لا اعوذ بالله اني ممسوك تمويل. ايه ده بتغش في رغيف العيش؟ هي ناقصاك انت راخر. يا ريت هو انا لو كان عندي فور كنت اترميت الرميه دي. انا اتقفشت عشان ببيع تمر هندي وعرق اسوس من غير ترخيص. طب بالذمه التمر عاوز ترخيص؟ اه طبعا عاوز ترخيص. مش تمر هندي يعني مستورد. انت فاكر ايه البلد ماشيه كده من غير قانون ولا ايه؟ ماني ما كنتش اعرف. لو كنت اعرف ما كنت سبت بلدنا. يا راجل دي المربطه في الارض ارحم من اللي جرالي هنا. عليك يا بلدينا والله قطعت قلبي. لا انت غلبان زينا بقى. انا معرفش ارزقي يعني على باب الله. طب بص بقى عشان ظروفك دي هات 10 جنيه والباقي الحبسه الجايه. ناحيه الحبسه الجايه اطمن. كل مره باجي هنا بقضيه. مره عشان بعت كبده ومره فلنات ومره شربات. كل ما بيع حاجه اتمسك. طب ما تجرب تبيع مبادئك. صدقني والله مش هتتمسك. يلا مش هتخسر كتير. والله انت صعبت عليا يا بلدينا. وعشان ظروفك دي انا هلعبك على سجاير. تاخد سيف؟ لا نلعب شلح. عايزنا لعبك شلح في تخشيبه؟ انت باين لك عبيط ولا ايه؟ استمرار الكتب الهدامه دي في المكتبه مهزله لا يمكن السكوت عليها ابدا. لو سمحت يا استاذ عصام الكتب دي مش انا اللي بختارها. الكتب دي الاداره التعليميه هي اللي بتختارها. ولو عندك اي ملاحظه وجهها ليهم مش ليا. وانت مستنيه تاخدي توجيهات يا انسه نهان من الاداره التعليميه؟ لازم تستمع للنصيحه جيدا وتقفي في صف الحقيقه. في ايه يا اساتذه صوتكم عالي كده ليه؟ في ايه يا استاذه نهان؟ مفيش يا استاذ ايمن. بس الاستاذ عصام بيعاملني زي ما يكون المكتبه دي بتاعتي مش بشتغل فيها. عاوزني اشيل قصص بتتكلم عن الاساطير اليونانيه. قصدك بتتكلم عن الهه اليونان والرومان والعياذ بالله مع انه لا اله الا الله ومحمد رسول الله. بس الكتب دي كلها اساطير وحواديت واللي كاتبين الكلام ده ناس من عظماء كتاب مصر وموضحين الكلام ده. وايه ذنب ولادنا انهم يقروا كلام زي ده كله الحاد؟ ولادي يا استاذ اللي يقروا. ما المكتبه بتنش قدامك ايه؟ قول له والنبي يا استاذ ايمن بدل ما هو عاملها قضيه ومكبر الموضوع ده. فين وفين لما بيجي مدرس بالطلبه بتوعه عشان يقروا كتاب؟ برضه مهما كان لابد من ازاله هذه الكتب لكي لا تقع في يد احد. يا استاذ عصام الكتب دي مش محرمه طالما بتوضح ان دي اساطير. انت هتفتي يا استاذ ايمن. انا ما بفتيش. هو مش القران الكريم اتكلم عن الهه المشركين وكان ربنا يقدر يتجاهلهم ويلغيهم؟ وبعدين عندك كتب التاريخ اللي كتبها الائمه العظماء مش اتكلمت عن الحضارات اللي فاتت ودياناتها ومعتقداتها؟ مش ده ديننا ولا انا غلطان يا استاذ؟ ماشي. ايه لازمته بقى ان الولاد يقروا كلام كله خرافات بدل ما يقروا حاجه تنفعهم؟ ومين قال لحضرتك ان الاساطير والقصص الخياليه ما بتنفعهمش؟ ده اي طفل في العالم بيبتدي بقرايه الاساطير والقصص الخياليه وبعد كده بيتطور ويقرا حاجات اهم. عندك حق والله يا استاذ. شوف يا استاذ اكتب مذكره تفصيليه وقدمها للاداره التعليميه هم يناقشوك فيها. رايح فين يا استاذ؟ رايح ابص على بقيه رفوف الكتب عشان الشكوى بتاعتي تكون مستوفيه كل الغلط اللي انا شايفه. طب استاذنك انا بقى عشان اشوف الحصص اللي ورايا. عن اذنك. دي اول خطوه. الحمد لله ربنا يبارك لك يا اني سليم. ربنا يرزقك بابن حلال كده يسددك ويهنيك. ايوه والله ويريحك من الشحطاطه. ايه ده ايه ده ايه ده للدرجات دي عايزين تخلصوا مني؟ عشان حبيناكي نفسنا نشوفك كده بضل راجل انيكي. طب ما انت بضل راجل انيكي كان عمل لك ايه؟ على رايك يحرق الرجاله واسنينهم. بس بتهيألي كده ان الرجاله بتوعكو مش زي رجالتنا اللي بيشدوا كله. ايه ده الله مين ده يا وزه؟ ده ابن سيف. ما شاء الله. امال فين ابنك التاني؟ ابن التاني في الشغل قبل اولادك. ما شاء الله بقى بيشتغل. ربنا كرم ومسك اشاره فم الخليج. مسك الاشاره ازاي؟ ده لسه عيل صغير. ما هو بيبيع فيها مناديل. والله ايه هي البلد كلها بتبيع مناديل؟
بس قولي لي يعني ايه مسك الاشاره؟ ما هو كل اشاره بتبقى تبع بلطجي بيدي تسريح للي بيشتغل عليها وبياخد نسبه. عطى الحمد لله مسك اشاره فم الخليج لوحده.